عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي مازال ما تابوناش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. اليوم غنحضر معكم ساندويتش او لابوكاديوس منزلي 100%. تبعوا معايا المقادير. الخطوة الأولى غادي نصايب معكم المايونيز المعتمد عندي اللي كان نرافق به السلطات أو لي ساندويتش. اللي كان نحتاج ليه واحد الكاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال الخل، قليل من الملح، قليل من الإبزار، وجوج فرماجات، واحد نصف ملعقة كبيرة ديال الخردل، كتبقى اختيارية. الناس اللي ما عندهمش اولا ما كيفضلوش يقدروا ما يديروهاش. جيبوا هنا مولينيكس باش نطحنوا المكونات الاولى اللي غادي نديروا فيها الحليب مع الفرماج مع جوج معالق ديال الخل مع القليل من الملح والقليل من الابزار ونصف ملعقة ديال الموطارد. غادي نطحنوهم مزيان عاد نبداو نضيفوا ليهم الزيت. كنبداو نضيفو الزيت تدريجيا على مراحل، وكنحاولوا اننا نهزو ذاك الكاس الفوق باش يهبط لنا الزيت بحال الخيط، ومولينكس تكون خدامه وحنا كنضيفو الزيت صافي حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. هنايا انا راه جاني متوسط، نتوما الا بغيتوه يكون جاري اكثر من هكا راه غادي تقللوا الزيت، اولا الا بغيتوه ثقيل اكثر من هكا بطبيعة الحال غادي يدوز الزيت كتر. انا اكتفيت بهذا القدر. كيف كتشوفوا البنات كيخرج كونتيتي كثيره وفي نفس الوقت كيكون لذيذ وزوين على ديال الزنقه اللي كنشريو ورخيص. ندوزو باش نوجدو البوكاديوس ديالنا اللي غنحتاجو ليه جوج بطاطاس كبار مسلوقين ومحكوكين في الحكاكه الغليظه. عندنا جوج مطيشات كبار مقطعين، عندنا خيزوية تكون محكوكة في الحكاكة الغليظة، بصلة مقردة رقيقة، عندنا الروز مسلوق مع الملح، هذا المايونيز اللي صايبت معاكم، وعندنا علبة من الطون، عندنا الزيتون الأخضر، البيض، وعندنا الكشار. وهنا عندنا البتيبان على حسب نتوما الأفراد ديال العائلة ديالكم على حسب اللي بغيتو. المهم هنايا غادي ندوزو باش نوريكم الطريقه ديال هاد البوكاديوس. غادي نحلو هنا بشيبان، هنا كيبغي تحل هكا نحيد نزولو له البابا. اول خطوه هي المايونيز باش يلدد لينا داك الساندويتش ديالنا اولا داك البوكاديوس. نمعسو شويه باش ملي نجي نسرحو في البوكاديوس يجيني مزيان.
تشوفوا البنات هنا ساليت التعمار ديال لي ساندويتش ديالي. انا اكتفيت هنا غير بثلاثة ديال لي ساندويتش، ولكن هذيك الكميه اللي عطيتكم ديال الخضار تخرج لكم حتى لستة ديال لي ساندويتش او لسبعة. انا هنايا درت غير الجهد ديال جوج ديال الناس. صافي البنات، كنبدا كنضيف هنايا المايونيز والكيتشوب من الفوق. الكيتشوب حتى هو صنع منزلي، غادي نحطو لكم ان شاء الله في صندوق الوصف كيفاش الطريقة ديالو. بعد ما وجد الساندويتش ديالي، انا هنايا قدمته على جوج ديال الاشكال. قدمته في الطبسيل الناس اللي كيفضلوه بهذه الطريقه، وقدمته مع الباريزيان وشويه ديال لي فخيت. صراحه البنات زوين هاد الساندويتش اولا هاد البوكاديوس لهاد الصيف خفيف، تقدمي العائله ديالك وتقدروا الناس اللي كيمشيو للبحر يديوه معاهم، الناس اللي خدامين. خفيف وصحي في نفس الوقت ونقي، ماشي بحال اللي كياخذوه الناس من الزنقه ما كنعرفوش شنو كاين اكثريه مع هذا الكوفيد وهذا هذا الكورونا وهذه المشاكل، ما كتعرفوش شنو كاين. اللهم صايبوه في الدار ديالكم. شكرا البنات على المتابعه، ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتهلاو في راسكم. الى فيديو جديد وفيديو قادم ان شاء الله.